الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما باعمال محافظ البنك المركزي. مدبول يترأس اجتماع الحكومه وتعهد ببذل اقصى الجهود لاستكمال خطط الدوله للتنميه الشامله. الرئيس الاوكراني يطالب الامم المتحده بضمان سلامه محطه زابوريجيا النوويه. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. وخلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أكد الرئيس السيسي ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، مشددا على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع دعا رئيس مجلس الوزراء إلى الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة. كما توجه مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة لمصر وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث. كما وجه مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة في الحكومة، متعهدا ببذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة، موجها بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة على عدة قرارات، حيث وافق على اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة الموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لمساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا أمر مقدر تماما. كما أكد مدبولي حرص الحكومة على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا، وجاء ذلك خلال لقائه أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزم الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وخلال الاجتماع اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يوضح المهام المحددة لكل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري. وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، أضاف مدبولي أن القطاع المالي غير المصرفي يساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها، بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، عقد مدبولي اجتماعا مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتستهدف الاستراتيجية تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيكي وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وصولا لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة تقريرا من وزارة الصحة حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليا وعالميا. وخلال الاجتماع أشارت وزارة الصحة إلى أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين محليا من التطعيم بالكامل 50 مليون مواطن، وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة أنه قد تلقى الجرعة الأولى بنسبة 99.8% من المستهدف، فيما تلقى الجرعة الثانية نسبة 78% من المستهدف. أما الجرعة الثالثة التنشيطية فقد استهدفت حوالي 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، وتلقى الجرعة منهم نحو 8 ملايين مواطن بنسبة 31.5%. قال وزير الإسكان عاصم الجزائر حول تطوير جزيرة الوراق إن الدولة تشتري رضائيا الفدان من جزيرة الوراق بستة ملايين جنيه، موضحا أن المبادلة كانت فدان الأرض في جزيرة الوراق بتسعة عشر فدان في مدينة السادات. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة أنه تم شراء الأراضي رضائيا من أهالي الجزيرة ولم يتم نزع ملكية أحد من أهالي الجزيرة. بدينا بسياسة اسمها سياسة الشراء الرضائي. سياسة الشراء الرضائي دي بتنتهجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني اللي بتتم. احنا بندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 مليون جنيه. بنشتري رضائيا من الناس الفدان ب 6 مليون جنيه. في حلول أخرى، اللي عايز أراضي زراعية بنتيح له حاجة من الاتنين، عايز بدال الفدان بتاعك أرض زراعية، إحنا كوزارة إسكان هيئة مجتمعات العمرانية الجديدة عندنا في مدينة السادات نطاق بفر زراعي أو نطاق زراعي في هذه المدينة، وكان المبادلة الفدان في الجزيرة ب 19 فدان في السادات. وهناك ثلاث أنواع من التعويض. الحائز لوحدة، يعني واحد مأجر بنعوضه. طيب، والمالك، المالك الوحدة بيعوض عن ملكيته، ومالك الأرض بيعوض عن الأرض. وبالتالي أنت بتعوض الحائز واحد مؤجر وحدة بتديله التعويض، والتعويض محسوب بالشقة السكنية وفقا لتقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة، ده بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة.
انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سيفين بمبابة، وذلك بعد مرور 72 ساعة من وقوع الحادث. وأكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله للقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار، وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد والتي تم تركيبها منذ 5 سنوات وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر. وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق. وكانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة 33 شاهدا من بينهم 16 مصابا، منهم من أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرة من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك، وهو الأمر الذي فسره الفحص الفني. حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد معاينتها مسرح الواقعة، نفادا لقرار النيابة العامة إلى أن الحريق قد شب بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائي الموجود والممتدة بصورة غير منتظمة للوحة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسر ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم. كما أكدت تحريات الشرطة وأيدها الشهود أن أحدا لم يتسبب عمدا في سوء حالة التوصيلات والمولد أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وسلع منتهية الصلاحية. في إطار مواصلة الجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 260 طن أقماح و40 طن دقيق مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية. قام مسؤول مطحن دقيق بدون ترخيص بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 57 طن مواد غذائية متنوعة. قام مسؤول عدد من مخازن ومحلات سلع غذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 15 طن سكر مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 10 أطنان مكرونة. قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بتخزينها لحجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، ونجحت الإدارة في ضبط 117 طن ونصف طن حديد وأسمنت غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك 3 مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بالشرقية ومالك مفرمة بدون ترخيص بالقاهرة. كما نجحت في ضبط 10 أطنان بلح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها
بحوزة المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية، قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة المنوفية، وضبط قرابة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني والداجني خلال حملات شنتها الإدارة بقنا والشرقية. هذا وتتواصل الجهود الأمنية للتصدي لكافة أشكال الجريمة لا سيما الجرائم التموينية بكافة صورها. كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 184 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 143 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 41 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 12 طن أقماح محلية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن انخراط مصر الفاعل والنشط في منتدى التعاون الصيني الأفريقي قد بدأ منذ وقت مبكر، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمنتدى عام 2009، وتم اعتماد إعلان شرم الشيخ باعتباره وثيقة سياسية مهمة ساهمت في دفع العمل الأفريقي الصيني المشترك. وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى التعاون الصيني الأفريقي، أكد شكري الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لعدد من التحديات الدولية القائمة، وعلى رأسها التباطؤ في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ونقص الحبوب والسلع الغذائية، بما يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية. أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة قصيرة إلى جامعة ليفيف الوطنية في أوكرانيا. وخلال الزيارة تفقد غوتيريش كلية العلاقات الدولية، حيث أشاد بمساهمة الجامعة في صياغة ميثاق الأمم المتحدة. وبعد محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأمم المتحدة يجب أن تضمن أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأوضح زيلينسكي أن المباحثات مع غوتيريش شهدت اهتماما خاصا بشأن المحطة النووية، مشيرا إلى إمكانية أن يتسبب الوضع في المحطة النووية الأكبر في أوروبا بعواقب كارثية على العالم بأسره. وأكد غوتيريش أنه لا حل لأزمة الغذاء العالمية دون توفر الأسمدة الروسية والحبوب الأوكرانية، مشيرا إلى أن 21 سفينة قد غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الشهر الماضي. وأكد غوتيريش أن المنظمة الدولية ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء. شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي على استعداده لقيادة وفد إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وكان الاتحاد الأوروبي و42 دولة قد وجهوا دعوة إلى روسيا من أجل سحب قواتها على الفور من محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومن كامل أراضي أوكرانيا.
من جهته دعا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إلى انسحاب القوات الروسية من محطة ذابوريجيا النووية وضرورة إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك. أعلنت روسيا رفضها اقتراحا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إيفان نيتشييف إن نزع السلاح الروسي من محيط زابوريجيا سيجعل المنشأ أكثر عرضة للخطر، واتهم كييف بممارسة ما وصفه بالاستفزازات، مؤكدا أن روسيا تبقي على بعض القوات في المحطة لضمان سلامتها وحسن سير العمل بها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدعم في محطة زابوريجيا النووية تعرضت لأضرار نتيجة إطلاق قذائف عليها. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها لا تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. واتهمت الدفاع الروسية كييف بالتحضير لاستفزاز في المحطة، موضحة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء على أراضي المحطة أو في المناطق المحيطة بها، موضحة أن هناك وحدات حراسة فقط. قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ، وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن موسكو ليست في حاجة لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا التكهنات بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية في الصراع بأنها محض أكاذيب. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تضر بأي من مواطني الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية قال ميدفيديف إن من بين 75 إلى 90% من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يريدون مطلقا المشاركة في القتال إلى جانب أوكرانيا، مشيرا بحسب تصريحاته إلى أن غالبية الأوروبيين ليسوا على استعداد لدعم العقوبات ضد روسيا. طالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بضرورة إصدار تأشيرات للوفد الروسي المشارك في أعمال الدورة 77 لجمعية العمل للأمم المتحدة. كانت الولايات المتحدة قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشمل حظرا على دخول البلاد، ووصفت الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير شرعية، ووفقا للاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة باستضافتها الدولة المضيفة للمقر ينبغي على السلطات الأمريكية ألا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. في ألمانيا أكدت وكالة الشبكة الفيدرالية أن احتياطات الغاز كافية لتشغيل مرافق التدفئة والمنشآت الصناعية لمدة شهرين ونصف تقريبا إذا قطعت روسيا الإمدادات تماما. وأضافت الوكالة أن ألمانيا تسرع حاليا في تخزين الغاز استعدادا لفصل الشتاء، وأن الاحتياطات ستمتلئ بنسبة 85% بحلول أكتوبر المقبل. ويعمل خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا يعمل بنسبة 20% فقط من طاقته القصوى. ودعا المسؤولون الألمان المواطنين مرارا وتكرارا إلى تقليص استخدام الغاز قبل الشتاء لتخفيف أزمة الطاقة. في
في المملكة المتحدة أظهرت دراسة جديدة أن ثلثي الأسر أو ما يقدر بنحو 45 مليون بريطاني ستدخل فيما يسمى فقر الوقود بحلول شهر يناير المقبل، بينما يكافحون لدفع فواتير الطاقة شديدة الارتفاع. وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة يورك حول فقر الوقود ووصفت بالصادمة، فإن حوالي 18 مليون أسرة ستعاني من حالة عدم الاستقرار المالي بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء. ووجدت الدراسة الجديدة أن 86.4% من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة سوف يقعون في فقر الوقود، الذي يعرف بأنه إنفاق أكثر من 10% من الدخل على الطاقة بحلول يناير المقبل. أعلنت الحكومة السويدية رغبتها في تعويض المستهلكين والشركات مع الارتفاع الكبير لأسعار الكهرباء، وخصصت لذلك مبلغا يناهز 5.7 مليار يورو. وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا كبيرا إثر تقليص روسيا بشكل هائل تزويد أوروبا بالغاز، وارتفعت أسعار الغاز بشكل غير مسبوق إثر نقص الرياح على إنتاج شمال أوروبا من الطاقة الهوائية. وتنتج السويد نصف استهلاكها من الكهرباء من المياه فضلا عن اعتمادها على الطاقة الذرية والهوائية في ذلك. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور ناصر، يعني ثلث الأسر البريطانية بتعاني من فقر الوقود بحلول يناير المقبل، ما الذي تقوم بها الحكومة للتقليل من هذا الأثر على المواطنين؟ الحكومة البريطانية تعاني الآن، هي مستقيلة، وعدت بمساعدات لكنها جمدت لغاية قيام حكومة جديدة في أوائل سبتمبر. هذا أول أمر. اثنين، هي رفعت سقف، كان هناك سقف لفواتير الطاقة على شركات توزيع الطاقة الكهرباء يعني، ورفع هذا السقف بسبب علو أسعار الطاقة. الحكومة وعدت بأنها ستخصص ربما ضريبة واحدة للطاقة على شركات الطاقة، يعني مثل بريتش بتروليوم وغيرها المنتجة للطاقة، لأن مكاسبها كبيرة في الربع الثاني من العام. يعني شركتين فقط، شيل وبريتش بتروليوم، راكمت أرباح ب20 بليون جنيه. مقابل ذلك الحكومة قالت أنا سأقتطع ضريبة لمرة واحدة ب5 بليون جنيه من شركات الطاقة كلها، وليس فقط هذان الشركتين، ومساعدات أخرى تصل ربما إلى 20 بليون جنيه لتوزيع على شرائح المجتمع المحدودة الدخل. لكن هناك مشكلة، أن ليس كل الناس، يعني الغني يستفيد أكثر من الفقير، وكما قلتم المتقاعدين عندهم أساسا مساعدة طاقة، لكن برأيي كثرة الوعود لا تعني كثرة المدفوعات، وهذا ما دفع زعيم المعارضة العمالية للقول يجب تجميد، يعني رفع السقف الذي مفترض أن يزال في بعد شهر، واثنين زيادة المساعدة من 5 بليون جنيه إلى 8 بليون على شركات الطاقة مع أمور أخرى. إذن هناك نزاع في اقتصادي في بريطانيا بهذا الإطار، الفواتير، وبنفس الوقت تراجع القدرة الشرائية للرواتب بنسبة 10% خلال عام. طيب، احتياطات الغاز أيضا في ألمانيا بتكفي يعني لتشغيل المنشآت الصناعية لمدة 2.5 شهر فقط، كيف تستطيع دولة كألمانيا مواجهة أيضا هذه الأزمة؟ أنا من خبرتي مع شركات الطاقة أن أعطينا نحن على الأقل في آخر 10 أعوام أن الفحم هو ملوث أول للطاقة في العالم 65%، ثم يأتي النفط، ثم الغاز الأقل تلويثا، وبالتالي حصلت استثمارات هائلة للغاز في أوروبا، بمعنى جره من روسيا، هناك مشاكل. مصر كانت محظوظة بهذا الأمر بوجود احتياطات هائلة وقدرة تكرير، وبالتالي أوروبا دقت أبواب مصر بسبب الحرب في أوكرانيا،
محاولة روسيا خنق أوروبا ووعود أمريكية بتزويد غاز لكنه أعلى سعرا خصوصا الغاز المسال. إذا هناك عدة مشاكل، هذا ما يضغط الآن، أنا أقول الآن عشية الشتاء في أوروبا بتراجع الاحتياطات، تراجع العقود الشراء ودق أبواب من بريطانيا وحتى أكثر، يعني ألمانيا هي قاطرة صناعة أوروبا، وبالتالي عندما أنظر إلى ألمانيا أنظر إلى دول وسط، يعني سبعة من دول حوالي ألمانيا مرتبطة صناعيا بها، بمعنى هي تدق أبواب الخليج للنفط وأبواب مصر وقطر وغيرها لأخذ شحنات غاز بالمدى القصير. قد لا تكفي هذه الشحنات لأن شهية أوروبا كبيرة، وبالتالي حتى لو كفت يتكفي الأمر يعني الاستراتيجي، وبالتالي يبقى تراجع النمو هو ما نخشى عليه. نعم دكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. خفض مجلس الحبوب الدولي توقعاته لإنتاج محصول الذرة العالمي للموسم القادم مدفوعا إلى حد كبير بتراجع التوقعات للمحاصيل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعدل المجلس توقعاته لمحصول الذرة العالمي للموسم المقبل بالخفض بواقع 10 ملايين طن إلى 1.179 مليار طن. ورفع المجلس توقعاته لمحصول القمح بواقع 8 ملايين طن إلى 778 مليون طن. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بواقع 2000 إلى رقم معدل موسميا يبلغ 250 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 من أغسطس الجاري. سلطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الضوء على قرار البنك المركزي الغني رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 22% في زيادة هي الأكبر منذ عام 2002. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أوقف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ثم قام برفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 850 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي بعد أن ظل محتفظا بها عند 13.5% منذ 2015. شددت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوباك على أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، بينما عبر من وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد. أضافت المنظمة أن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية وأن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفة أن من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد 51 طائرة صينية وست سفن صينية حول تايوان، فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. في المقابل أجرى سلاح الجو التايواني مناورات مضادة للطائرات بالصواريخ والمدافع لمحاكاة الرد على هجوم صاروخي صيني. هذا وأطلق جنود تابعون للدفاع الجوي وقيادة الصواريخ صاروخا من طراز سكاي بلو 3 المضاد للطائرات تايواني الصنع.
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن جهود الصين لإخضاع وتقويض تايوان قد تسفر عن حسابات خاطئة على حد تعبيره. واعتبر المسؤول الأمريكي أن الصين استخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ذريعة لتغيير الوضع الراهن مما يعرض السلام للخطر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جزء من حملة ضغوط مكثفة من جانب بكين ضد تايوان. قالت وزارة التجارة الصينية إن تمرير الولايات المتحدة قانون الرقائق والعلوم يؤثر على سلاسل التوريد العالمية على حد وصفها. وقالت الوزارة إن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية حقوقها المشروعة ضد عند الضرورة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع مؤخرا قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب، وسيوفر الإجراء البالغ 280 مليار دولار مساعدة مالية كبيرة للشركات الأمريكية. دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى ضرورة تركيز جميع دول العالم على ضمان استعدادها لمواجهة جدري القردة ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات الصحة العامة الفعالة. وقال أدهانوم إن اللقاحات قد تلعب دورا مهما في السيطرة على تفشي المرض، وفي العديد من البلدان هناك طلب كبير على اللقاحات من المجتمعات المتضررة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من الوصول غير المتكافئ إلى اللقاحات. يزور وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور كريس كونز إلى كينيا للاجتماع بالرئيس المنتخب ويليام روتو وزعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي يعتزم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت فوز روتو بعد حصوله على حوالي 50.5% من الأصوات، متغلبا على منافسه أودينغا الذي حصل على حوالي 49%. ويأتي الإعلان بعد أن انسحب 4 من مفوضي لجنة الانتخابات 7 من مركز الفرز الوطني وعقدوا مؤتمرا صحفيا مقتضبا أعلنوا فيه تبرؤهم من النتائج. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تعاني منها بعض شعوب الدول العربية جراء الصراعات والنزاع، وأيضا على صعيد الأزمات العالمية الحالية. ودعا العسومي بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني إلى تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بالعمل الإنساني التطوعي في مواجهة الأزمات، مثمنا الجهود العربية المبذولة من جانب قادة وزعماء ورؤساء الدول العربية لدعم وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إطلاق عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد. وذكرت الخلية أن العملية شملت تفتيش مناطق قوبلك وقشلان وشوراو ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه. ونشرة السادسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر إلى 38 شخصا. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الحرائق التي شهدتها الجزائر. هذا واشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر، وكان ضحايا من ولايتي طارف وسطيف. ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون بمساعدة طائرات الهليكوبتر احتواء عدة حرائق تهدد السكان. وصل رجال إطفاء من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية التصدي للحرائق في غرب إسبانيا. وأضافت خدمة الطوارئ في المنطقة أن ما يقرب من 10,000 هكتار قد احترقت في بخيس، مما تسبب في نزوح 1,500 شخص عن منازلهم. وبدوره قال الرئيس الإقليمي لفالنسيا إن حريق بخيس يبلغ محيطه حوالي 50 كيلومترا. Yeah.
وفي إيطاليا يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات واسع اندلع في جزيرة بانتيليريا، وتم إجلاء العشرات من منازلهم مع اقتراب الحريق من أحياء سكنية، كما دمرت النيران بعض الهياكل الخشبية في الجزيرة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويعتقد أن الظروف الجافة الناتجة عن الجفاف والإهمال أو الحرق المتعمد هي الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحرائق. انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظات الشرقية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، حيث تم تسليم 89 جهاز كمبيوتر محمول لذوي الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم بجامعة الزقازيق. شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق وتنفيذ جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، وذلك بهدف تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح لاتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. سلمت وزارة التخطيط 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لمحافظة القاهرة لكل من أحياء المسكي وشرق مدينة نصر وحدائق القبة والويلي لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها. ويصل عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى 37 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية. وتشمل خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء طلب تصالح عن مخالفات المباني وطلب بيان صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء وطلب توصيل مرافق دائمة وطلب ترخيص إعلان، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة. سلم محافظ القاهرة خالد عبد العال تصريح التشغيل ل30 كشك أسفل محور تشينزو أبي بمدينة الأمل عزبة الهجانة سابقا، وذلك كدفعة أولى للمستحقين الذين تم إزالة محلاتهم عند تطوير المنطقة. وأكد محافظ القاهرة أن ما تشهده منطقة مدينة الأمل هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها وعلى نحو يرتقي بأحوال المعيشة، حيث تم ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارات المحلية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة. وفي بيان قال أمنة إن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي والتي بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارة للتدريب ستواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، موضحا أن الدورة تستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال آليات التغيير وإدارة الموارد الذاتية. اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية برأس غارب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن قافلة وقعت الكشف على 525 بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين مع صرف العلاج مجانا، كما تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مع اتباع الإجراءات الاحترازية.
شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية بمركز السنطة ضمن مبادرة حياة كريمة توقيع الكشف الطبي على 1722 حالة، وتم صرف الأدوية بالمجان. وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أسامة أحمد أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تحويل 25 حالة التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. ورغدة أبو ليل، أهلا بكرا. شكرا لكم إيمان منصور وصحر ناجي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي المنصب. وخلال اللقاء تقدم مدبولي بالتهنئة للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي على توليه المسؤولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع الخاص عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إلى أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس بهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير. في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق، تم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أخرى، وذلك لتنفيذ إنشاء محطتي محولات روافع ترعة الحمامة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا لكل محطة على حدة. بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة ومناقشة ملفات العمل المشترك بين الجانبين بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة لتتواكب الأعمال بما يتناسب المتغيرات العالمية. وقد تطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم كذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة، فضلا عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء. ووقعت شركة التنمية الرئيسية أحد شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية السخنة عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح موانئ دبي باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار. كشفت وزارة البترول عن أن أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة نسبتها 45% حتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول طارق الملا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع باستخدام الغاز لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز. وأكد وزير البترول أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز بالسيارات والإسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات. أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هي محور عمل الهيئة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادة الهيئة مع أعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات لبحث فرص الاستثمار الصناعي والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشر EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 من ألف مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10058 نقطة مرتفعا بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2161 نقطة منخفضا بنسبة 12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3095 نقطة متراجعا بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.9% للشراء و 19.20% للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.44% للشراء و 19.54% للبيع. الجنيه الاسترليني 22.4% 23.17%. الدرهم الإماراتي 25% 25.2%. أخيرا الريال السعودي 5.8% 5.11%. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متقلبة بعد أن ألمح عضو بمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل، حتى مع اشتداد مخاطر الركود، وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.1% ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع. وقادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 0.4% مع استقرار أسعار النفط الخام. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إيمان وسحر، إليكم. شكرا لك يا رغدة أبو ليلى. والآن وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويتعهد ببذل أقصى جهود لاستكمال خطط الدولة للتنمية الشاملة. الرئيس الأوكراني يطالب الأمم المتحدة بضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية. ختام النشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.